الدنيا عندهم. هذه كاين واحد الرجال يقول لك مامور سي تيفوني بوري طورتي بيا سلم عيدو بحنا. هذه كاين واحد الرجال يقول لك مامور سي تيفوني بوري طورتي بيا باب والله ماشوني شوف يا بس يا اللي نسيت السلام عليكم، يوم جديد فيديو جديد. اليوم راح ناخذكم في افتتاح اسباس جديد ثقافي وترفيهي اسمه البسطه لمستر اكس هنا في العاشور جوستومون ديريكتومون فوق امريكان دينر. شكون ما يعرفش امريكان دينر، راح نشوف شكون راح يجيوه ضيوف وش هو لو سبيكتاك اللي راح يقترحوا في هذا الافتتاح. بقاو معنا ما تروحوش بعيد. Down.
السلام عليكم ومساء الخير. عودناكم دائما في تغطياتنا الحصرية لموقع أنا الجزائر. اليوم راح ناخذكم إلى فضاء جديد ثقافي ترفيهي راح يكون لأول مرة في الجزائر من إمضاء المبدع مستر إكس اللي راح يكون هنا في الطابق الثاني حيث يتواجد مطعم أمريكان دينر في العاشور. وشكون ما يعرفوش دونك وين راني راح نتطلعوا هنا في دوزيام ايطاج باش تكونوا في ليسباس هذا كولتوريل الحديث والجديد من نوعه. راح يكون فيه اكتشاف مواهب واكتشاف العديد من الاشياء وتقدروا انتم تستمتعوا اكيد بمستوى راقي للفن للموسيقى واشياء اكيد كثيره حنتعرفوا عليها في التغطيه الحصريه لموقعنا الجزائر. Exceptionnel. La région vous verra bien sûr des gens qu'on connaît, des gens qui ont fait bien sûr beaucoup de succès, des artistes, des chanteurs et des gens qui vont faire du stand-up. À l'image de ce lieu, les Rahikoun d'ici, la Vienne, Inch'Allah, et grâce à vous, un lieu où ils vont découvrir bien sûr des artistes, des jeunes talents pour les lancer leur carrière, et puis un endroit où ils vont les artistes, pour les gens du domaine, contre la table, pour créer un nouvel Inch'Allah. C'est le but, bien sûr, à Rahikoun, tout le monde sera convié, des chanteurs, les gens du stand-up, les gens qui connaissent dans des talents, on vous dit, venez, marche-t'en. Et pour vous expliquer plus avec le concept, je vais appeler bien sûr le responsable, le school qui m'en parle. C'est le Mr. X, s'il vous plaît, on est le maximum de bruit. Allez, Samir. Encore, allez. Samir, voilà, il fait bien sûr avec votre fille, où chacun de votre avenir, et c'est quoi le concept? On va faire des shows, des stand-up, des shows musicaux. Je tiens à remercier mon associé,
لطفي اللي خلى لكم الجو هذا. البروجي هذا يكزيستي. انا حابين ان شاء الله منا اون با ايسي ان شاء الله بوتيت دو لونسي دي جون طالون في كاع دومين. كي يهضر لطفي انا حاب نسمع واحد اللي حاب نسمع مزاحم يحيى باسكو سي لان دي ميور ولا دي برومي ولا لي لونسي فريمون فريمون لونسا ومازالو بيلونسي دي جون في التلفزيون في مرحبا بكم، ميرسي بوكو 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 aussi nombreux. J'espère que ça sera un grand succès pour El Basta. Et surtout, on n'a pas dit, mais c'est grâce à sa mère que c'est possible. ليكيب كاع امين رباح حراشي وعبك لازم نزور عليهم كاع من واحد هكذا. ميرسي كي راكم معنا هنا اليوم مزاحم. ميرسي بوكو سمير يعطيك الصحة. راني فرحان بزاف سيرتو اون فاس كنت قاعد مع دي كرون كوميديان كيما نبيل. نبيل سي شكرا. هكا باش الناس تعرف بلي دي فان ديرو دي فيلم مكانش دي بيجي اون اسي كان بوتونسيال انورم في الجزائر. راني فرحان بزاف بلي بور اون فوا كاين اون بلاص باش لي جون يقدروا يشوفوهم الناس ويقولوا واش عندهم لي كاباسيتي تاعهم. جو تخي كونتون اون اسي احنا سي اون كار كون في دي لونتون اون سي على شاك فوا نجيبوا عباد جدد نشوفوا ناس جدد ماشي شرط صغار ميم كبار في العمر ما يهمناش. Les potentiels ne sont pas limités d'âge. Les jeunes, il n'y a pas d'âge pour l'art. Chacun, l'art est libre, les gens qui ont un livre. Merci Samir. Un bon calix, je suis très content. Voilà l'ambiance que j'ai, mesdames et messieurs. Faites un maximum de bruit pour Mourad. مش كيفاش نقولها مدام اسكو ما عندكش الشرك باسكو العقليه تكزيستي غير عندنا لي زاجين. قلت لها مدام تي نابا لو كونجيغيزون باغ اكزوم. قالت لي سي كوا لا كونجيغيزون. قلت لها اتون مدام جبت لها 100 دينار منها. قلت لها فوالا سا سي 100 دينار. جبت لها زوج تاع 5000 منها. قلت لها سا سي لا كونجيغيزون تاع 100 دينار. قالت لي كاردي لا كونجيغيزون. سمحوا لنا عليها. البيبليك اللي شجع الزطلة جميلة شكرا ديركم. النهار وين ديسيديت نحبس الزطلة عيطوا لي قالوا لي عندك رول تاع واحد مسطول. البروبليم ماهوش هنا البروبليم فيما اشاك فوا زعما كيقرب رمضان تقول لي معاذ واش راح تبان السنة اسكو في كاش برودوي تاع مزاحم ولا راني نشرب جماعة سونسوير مرمى خلاص. قلت لها عطاوني رول تاع واحد مهبول سنة. قلت لي كيفاش مهبول؟ قلت لها مهبول قلت لها نورمال يفوت كي تشوفي هكا لكم مهبول خاطي موعد ولدك اخي تعرفيه وكلشي. لا علينا كي بدا البرودوي يخرج في التلفزيون كومبلي عيطت لي. قالت لي وليدي ماكش مهبول مسطول. قلت لها انت يا مالا انت مزرطيل بعدهم مهابيل زعما يزلو باش يهبلوا زعما عادي جدا. قالت لي لا لا ودي ما يشك نسمع في بابا قال لها ودي خليه يزطل مثل خليه. L'occasion parce qu'il y en a beaucoup d'autres, et bien sûr, ils viennent sur les réseaux sociaux, et c'est une autre ambiance, il y a qui connaît sur scène, c'est intimidant, et surtout qui connaissent, qui même le parquet, c'est des artistes connus, reconnus,
par exemple Nabil, Zouina et tous les autres, les Ramana Hadalim, bien sûr, je ne vais pas tous les citer. Donc c'est intimidant, donc on compte sur vous. Mais vous leur donnez de la force. Agda, je vais appeler bien sûr les musiciens pour la suite. Comme Habib, je suis aussi un peu d'ambiance. Voilà. On va appeler les musiciens qui vont accompagner moi. Paco, s'il vous plaît, sur scène. Et faites un tonnerre d'applaudissements pour moi. Paco! On est l'équipe, c'est très important. On est prêts à les musiciens parce que c'est la première fois qu'il a bon ailleurs. Corre el destino
Alors juste pour l'encourager, faites-moi le maximum de bruit pour Sida. Salam alaikum l'équipe. Inch'Allah tout bien. Ça fait un grand plaisir. Jamais imaginé que tu me win. We have a show.
سمير حسن. لا لا خلي تحب نهضر قبل ما تطلع تفاصل بصح تطلع ديريكت سيدي احمد ان جون طالون صح فغي طالون عنده قصات خصاتو حاجة جبر الخواتم خصاتو حاجة انا شفتو شفتو في تيك توك شو باش نتفاهموا باش تمشي رسالة باش تمشي في تيك توك شوف انستغرام مي حسيت بلي يقدر يخرج على بالي بلي راح يقدر خصاتو شوية يعطيك الميكرو كوراج كوراج انتوما تلمدوا الكوراج سيرا دوزيام فوا تاعو سيرا دوزيام فوا يطلع سير سان عباكم تقدر تجي هذيك شغل ايكرون نوار تطلع هكا من بعد نمشي كيفاش راح نضحكم يبقى لازم نوقفوا كامل معاه باسكو مبارك من دوك اتراك ماذا بكم يقول اه ضحكوا وش يقول ضحكوا لا 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 والله عنده انا شو شباب يا سلام دي زعما حقا يا بالي سخانه انا ليكي ليكي اسكو مي نهضر واحد ودير يبدو فيني فهم مش حملي اسكو على بالكم بلي احنا في ليبيا ولاد ميديا تحيه لميديا تحيه لميديا احسبك الله رايك مو هذا احتمدم على تحيه لميديا ليكي اسكو على بالكم بلي احنا في ليبيا ما عندناش اي سي ميكس قسما بالله ما عندنا اي سي ميكس ما عندنا سويان ميكس ما عندنا نفاق ميكس قسما بالله عندي 15 سنة قرايا وحدي هكا مع رجال كنت حاسب عباد كنت حاسب الدنيا كاع رجال عمري غير يما مرا والله ايما جيتهم بعد تحط لك وحدة كيما اسمها قدام والله سامحيني اسمو عيط لها اسامة موبي ما قلت لك انت غير مع دراري والله والله هي اللي كيما ايما جيتو عارف 15 سنة قرايا مع ليجان غير مع ليجان يقول لي ارتيست نجي تتصور معاه في لا بريمير بلا جات واحد طفلة اقسم بالله احنا نقولوا طفلة انا قلت لهم كاش اللي نرجع لهم طفلة من تاع الخوار صدقني صاحبي راني جاي جيلي بونيش يبان هذاك الزلك اللي في ستوري تاع جيلي بونيش زلة ماشي عليك بس ما تجيش طايرة زلة صح كليب راه يمشي شتا كليب بابا يشوفك ماما يشوفك حتي تشوفك حتي تحلق تجدي فالقبر يشوفك انا مش بي اسكو جو بو بروندر اون فوتو افيك توا ستوب يا ودي تحبي ديري نيمبورت كلي ديني كاع ديني دوكا كاع بورتو وعلى شاب هو عرف هو تبي تحط تحت خط خلي اسكت خلي صمت قطع صمت ليسونسيال صاحبي ما عرفت كيفاش نجيبها لها باش زعما شحال حبيتي تقاردي الكونتاكت غير دير زوم الكونتاكت باش تقارديه المفتاح وهذيك لافوطو فهمتني قاعد في الدار بريكي لا ليش عم يصنع انستغرام ليش عم يشيل اليوتيوب والله شكرا
Oh,
اني سيدي نلبس 10 10 يا ربي سلام جسبر صافا معكم اميغو ان كيدا دو كونتينيو ان كوميدي ان شاء الله. اليوم راني في البسطه عند مستر سمير اكس سمير اكس مستر اكس تلفت الهضره معليش عند سمير مستر اكس سيتي بيان باسي خو من الاخر فيها لي ستاند اب كوميدي فيها لي ميوزيسيان فيها الغناء فيها القصره فيها القعده فيها كلش 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 وانا حبيتها بزاف هاد البسطه وصما فيها ان بليزير اللي تعاودوا يولوا هاد الايامات كيما ايامات جورنال غوستو ايامات لي ستاند اب وكلش وانا بزاف فان تاع لي ستاند اب وراح نكون لو ميور ستاند اب فالجيري باذن الله ان شاء الله فاضل وهذه هي. السلام عليكم مبروك على اخونا سمير مستر اكس ان شاء الله عتبه مربوحه ان شاء الله بوكو دو سوكسي ومن هذه الحاجات اخذوا خير ان شاء الله. عليكم سمير اكس حبيت نقول لك مبروك عليك البسطاسه في بليزير معك مروان قروابي يحبك بزاف 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 من هذا المنبر من هذه الصفحه نقول لك ربي يزيد لك ان شاء الله ديديكاس ليكم كاع ربي يحفظكم والسلام عليكم. كامل الفنانين مر رمضان و سان نوزا في بليزير جو لو سويت بوكو دو كوراج و فوالا و اتري بيانتو ان شاء الله. راك حاضر هنا في الافتتاح تاع البسطه تاع مستر اكس لاكتشاف المواهب الانسان جديده واش رايك فيها وشكرا. شكرا لمستر اكس على المبادره هذه فريمون كانت خاصنا حاجه هنا في الجي عكسها كيما هذه باش كل واحد فينا يبين لو دون طالون تاعو. سي سي اون اوكازيون باش لاقينا كاع هنا لي زارتيست ما بيناتنا صافي بليزير يعني بزاف عباد لي بزاف ما شفتهمش تلاقيت بهم اليوم هادشي فرحني والمبادره هذه فريمون حاجه ان بلوس لينا كاع. انا باذن الله جامي طلعت سور سان وان شاء الله لا بروميير فوا اللي حنطلع سور سان نطلع في راسان تاع البسطه ان شاء الله. مساء الخير مساء النور راح لي ستريس عندي تعب العيا اللسان راني ميت سي بون. واش تقول للناس اللي جاوا حضروا لك اليوم؟ بون اليوم اليوم فريمون فريمون فرحت بزاف باسكو كانوا كاع هنا بخاسك يعني كاع جماعه تاع الدومان دي كوميديان دي رياليزاتور شفنا مزاحم جعفر قاسم نبيل عسلي سهيله معلم سوها بزاف 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 لي كوميديان مروان قروابي يا بكن بتقول لهم نقعدوا هنايا كامل 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 اسمعوتهم والله غير كامل فرحوني فريمون كي كانوا معنا اليوم جوزنا سواري بزاف بزاف شابه شفنا اليوم شفنا لو كونسيبت تاع بسطع كلوب سي كوا اي بسطناها كاع مع بعض وشنو اكسبيريونس اللي راح تولي تعاود شاك سومان ان شاء الله احنا نحلين كاع لي جور تاع لا سومان مي كل نهار واش فيه كل نهار عندنا مره اون بروجيكسيون دو فيلم عندنا مره اون سواري دو اتام اون سواري دو جو اون سواري تاع يكون فيها وان مان شو ستاند اب مره كاين لا ميوزيك كل مره واش كاين دونك تشوفها بلي مغامره وتحب التحديات هي مغامره باسكو حاجه جديده وانا نحب دائما ندخل في حاجه جديده وهذا على بالك راح نقيسوا بها بوبليك سبيسيال وراح جو بونس كو راح نزيدوا نقدموا شويه اضافه دو ان لي جون طالون باسكو انا حابين نديكوفريو هنايا دي جون طالون يعني حابين يطلعوا سير سان اللي عندهم موهبه في الغناء عندهم موهبه في التمثيل نحبوا ما عندناش لوكازيون نعطيو لهم حنايا لوكازيون باش نشوفوا واش يقدروا يمدوا لنا هذه حاجه حاجه واحده اخرى نمدوا اكسبيريونس للغران بوبليك المواطن البسيط يجي يعيش معنا الاكسبيريونس هذه ياكل يشرب يسمع موسيقى يضحك ويعاود يرجع للدار. جوستومون هي بكرة هي في الجي لكن هي مفتوحه ل 58 ولايه يعني اي موهبه من جات مرحبا بها. بيان سور بيان سور كامل المواهب وكامل لو بوبليك تاعنا مرحبا بهم من كامل 58 ولايه. يعطيك الصحه والتوفيق. يعطيك الصحه شكرا ميرسي يعطيك الصحه. مساء النور. الحمد لله. بديتي الدعوه تاع مستزيك وشتي تاعها دايره البسطه. اكيد اكيد بيان سور. بروميرمون هنا صديقي سمير على هذا الكونسيبت جديد باسكو سي لا بروميير فوا وين نشوفو ان كافي تياتر اون الجيري بفضل هاد الكونسيبت هذايا اللي اسمه البسطه حنكتشفوا دي جون
شباب اللي عندهم مواهب كسوا في الغناء ولا ستاند اب ولا فوالا يقدروا يجوا هنايا يديروا لو شو تاعهم وبوكو با نشوفوهم ان شاء الله في اعمال تلفزيونيه عفوا ولا سينمائيه ولا فوالا يروحوا يديروا دي تورني كوم طول مونت كيما كامل الفنانين فوالا اكيد مازال كيتعيش في النجاح تاع اخو البنات غير سكسي واش اخو البنات عجبك وي طبعا زينبو خلاص هاي الغنيه طلع راس العمل اه وي نهني صديقي عبد القادر جريو محمد خساني وكامل ليكيب تاع اخو البنات سينا نديروا حاجه يعني فكاهه شعبيه وتانيك بيان سور كان لينا الشرف انه عاودنا خدمنا مع فنانين كبار كيما بيونا كاماتو اللي كنا شفناه في الفيلم كحله وبيضه سي ان اكسبيريونس اكستراوردينير تجربه انايا اللي عشتها بيان سور حسينا روحنا اون فامي اون سي دوني افون والحمد لله هنا الاعجاب الجمهور هذاك هو الصح فوالا غايه ونيشان غايه نيشان وا يسلمك يسلمك خويا ميرسي مساء النور ومساء الخيرات معكم الفنانة سهى ولها اليوم رانا في لما فنية لما حميمية لما صحفية لما ناس اللي جو يشوفوا أخينا سمير مستر إكس المعروف مستر إكس اللي اليوم راهو هنا في بلديه العاشور حنا نوندوا ارتستيك و لي جون طالون يقدروا يجيو يغنيو يقدروا يجيو يديروا لي ستاند اب تاعهم يقدروا يجيو يعني اي موهبه واحد عنده موهبه سواء كانت صغيره او كبيره يقدر يجي هنايا يشوفوها ناس ويكونوا مام يعني يكونوا ناس في شغل محترفين سواء ممثلين ولا مخرجين ولا حتى مغنيين اي يجيو باش يشوفوهم باش يعاونوهم باش يطلع معهم شخصين سا سي تري بو ميم ناس ميم اي يعني اي انسان اي عائله اي ناس حبوا يجوا يشوفوا لوندوا ويجوا يقعدوا معنا ويبارطاجوا لهم معنا مرحبا بهم وشكرا لك شراكي الحمد لله نضل في شوش للبسطه نضل في شوش للبسطه صح صح شايف كونسيبت كيما هذا يهتم بالمواهب الشابه صافي بليزير باسكو ما عندناش بزاف دزاير دونك حاجه جديده وحاجه شابه باش تقولي لمستر اكس اللي نضم غابر وداري حاجه كيما شوف مستر اكس يعني ملي نعرفوه هو يدير لنا حاجات شابين وحاجات جدد دونك نقول له بون كوراج وان شاء الله ما اكثر يا ربي باش نعرف نشوفك سير سالم ان شاء الله علاش لا ميرسي بوكو ميرسي ليك يعطيك الصحه الله يحفظك ميرسي مساء النور واش راك صافا لاباس دونك كونسيبت جديد دارو مستر اكس هو البسطه واش رايك في سباس كيما هذا شباب بزاف شريكي انا عجبني بزاف جيت ديجا شتها مي كانوا عاد مازال محلو حاجه شابه بزاف اخي حاجه شابه بزاف دونك لي كاين لي عرفوك لي ما عرفوكش ثاني كنت اللي ربحت في الكونكور اللي داروا جام مع ال جي في الانستغرام جامين وي جامين اي دوبوي جوست على ليسان درت ديسان معاه وي تما فاتو ديجا ديسان مع جميل خويا داك الارتيست ما عندكش تقول فيه تما هذاك بارفي نيشان اعطينا حاجه كابيلا بالبحه تاع جيت انا لا صح وسلاك الممحون والأرض القفار البلاد وتسدي اي 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 يعطيك الصحة مساء الخير عزيز الغالي معكم أمين رباح أنا في البسطة عند الكونسيبت اللي داروا سمير مستر إكس سي ان بون كونسيبت باسكو ثقافة الكوميدي كلوب ما رناش نشوفوا فيها في البلاد هنا ستادير عاود كي تعاود تحيي هكا عفسة تاع الكوميدي كلوب تسمى لي زارتيس اللي باينين يخدموا ولي ماشي باينين يتلاقوا مع الباينين باش يدوا عليهم دي زيدي باش يتبادلوا افكار لانه الفنان لازم عليه يتلاقى مع فنانين واحد اخرين لانه باش يجمع ثقافات بزاف واحد اخرى ويتلاقى ويكون عنده الكود بوس هذا اللي ماشي اللي مازال ما بان واللي باين يخدم يكون فيها الحركة والانتاج والابداع فوالا اكزاكتو سيرتو الابداع باسكو عندنا بزاف سمح لي عندنا بزاف مبدعين فنانين اللي ماشي باينين كما قال لك انيس مقبيله كاين بزاف ناس مبدعين مخبيين فنانين صغار صانعين محتوى لازم يمدوا لهم لا شونس باش نمدوا لا شونس لازم يتلاقى مع ناس في دي زوندروا كيما هادو باش يعرف البروديكتور يعرف المخرج يعرف واش ويعرف الخشبه وان شاء الله ربي يوفقهم وحنا ماذا بينا نمدوا صوره جميله على ثقافه على الفن تاعنا بلدان واحد اخرى ان شاء الله. تبروفيزي بزاف جيب لي حاجه بالبسطه كشغنايا هكا دوك دبر راسك.
كيفاش بالبسطه؟ ما لازمني جيتار، لازمني جيتار عبس الصون زعما بالبسطه دخلها في كاش كلمه زعما حبطنا في كنا جايزين حبطنا في حبطه تلاقينا بكونسيبت تاع البسطه دخلنا لقيناها مخلطه مع حراشيه العشيه ميرسي زعما هكا ميرسي بوكو ان شاء الله نشوفوا اعمال تاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتوفيق الجميع ان شاء الله ربي يحفظك عندك مساء الخير. مساء الخير حبيبي الغالي مرحبا مرحبا صافا. البسطة راك البسطة. البسطة راني عند البسطة سيتادير تاعنا كيكون عفسة تاع سامير حبيبي يقول تاع لي زاتيز كاع حاجة نقية حاجة شابة. أنا هنايا مرحبا بكم.